هاني شعبان محمد سيف فرد زبليني يا هاني ها؟ مالي انت مين؟ بالظبط اتهمك ليه؟ هو جهد الموضوع ده شفيت انت بتشتغل ايه؟ انا شغال في الرهن وجي عندي البيت الموضوع ده شغال حبارك الكتير وعمال وفاته لا ايه؟ حبايه اه حبيت ايه؟ رمضان؟ لا اه يعني حبايه مخدره اه كنت شايلها وانت في البيت؟ يعني في جيبك؟ في البيت في جيبك في البيت؟ لا في جيبك عمل لك قضيه بيها بقى؟ اه والله يا باشا. اه والله انت زعلان عشان عمل قضيه؟ مش انت بتقول مش انت كنت شايلها فعلا في جيبك؟ طب انت قاعد بيها في البيت في جيبك ليه؟ ما عندكش اي حاجه؟ طب والسلاح بقى؟ اه وعملت ايه بقى في القضيه بتاعت المخدرات؟ ما عملكش قضيه بيها؟ والحاضر مع المكمل تم سربراء تأسيسا على ورق بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر ريحان حالة تلبس واختلاق ضابط الواقعة كما دفع بعد معقولية الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة عن فيه الواقعة أفراد القوة. ده بس عليكم بنفكر حتى الآن لقى المتهم بيترجل من دراجة بخارية ويظهر من بين طيات ملابسه سلاح نار راح قبض عليه سعادتكم السلاح بدون ذخيره. هذه الواقعة سعادتكم تتناقض مع حيطة وحذر الشخص العادي. يعني ازاي المتهم سعادتكم هيكون حاط السلاح بين طيات ملابسه وهيبان مقبضه للظابط بهذه الصورة الساذجة؟ الشيء الطبيعي سعادتكم لما يكون المتهم معاه سلاح ناري هيلبس ملابس تخبي هذا السلاح بحيث الظابط ما يشوفوش. خدك صورة قبل كده؟ مفيش. انا واصل اخر الجلسه.